فبالتالي مين كان قاعد جنبك بيشوف الماتش النهارده على يمينك؟ كان عصام الحضري اللي بيشوف الماتش على يمين. طب قول الو كده. الو يا حضري. كابتن حضري، كابتن حضري. انت قصدك كان بتقول لعمر الكلام ده؟ مش لي انا طبعا اكيد. لا بس عشان افهم، انت بتقوله ليه ولا بتقول لعمر؟ بيقول لك يا كابتن، بيقول لي صح يا كابتن عصام، بتقول لك يا كابتن عصام. لا هو انا هو فين هو؟ هو الصوت عنده يا كابتن عصام. ايوه سمعني. اه يا كابتن كده، سامع حضرتك. ايه ما عملتش الباقه ولا ايه؟ انت عبيط. ازيك يا كابتن عصام؟ كابتن لا معلش يا كابتن، اتحرك بس في حته فيها شبكه عشان الارسال وحش يا كابتن، مش سامعينك كويس عشان دي مكالمه مهمه. اه مكالمه مهمه ماشي. ازيك يا كابتن مصر؟ ازيك يا حبيب قلبي؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ وحشني والله يا كابتن عمر. والله حضرتك كتير طبعا، بنبارك لك على خطوبه شهندة يا رب، وربنا يا رب يكرمها كده ولحد ما تتجوز على خير يا كابتن عصام ان شاء الله. حبيبه كابتن عمر، حبيبه حبيبي. ربنا يخليك. كابتن عصام، يعني اتفرجنا على اداء الماتش وشفنا يعني اداء منتخب مصر، وبالتالي كون حضرتك واحد من نجوم المنتخب الوطني وتاريخ طويل جدا، ومعانا كمان تاريخ الكابتن احمد حسن، يمكن الكابتن احمد قال رايه في الماتش فنيا، حضرتك شفت الماتش ازاي؟ بص احنا اول حاجه مبروك الثلاثه بونت. تمام طبعا. دي اهم حاجه. في ناس بتتعمل في الكوره يقول لك حتى لو الاداء وحش انا يهمني الثلاثه بونت. تمام. ممكن العب كويس وممكن ما بقاش موفق واخسر او انا ممكن ابقى مش موفق في الماتش واخد ثلاثه بونت. تمام. لازم نتكلم ان اول حاجه هو اللي هو الموضوع كله ثلاثه بونت. اداء؟ لا اداء طبعا ده مش اداء منتخب مصر اللي مش احنا متعودين عليه، اللي كل افريقيا متعوده عليه والوطن العربي. اداء؟ لا، في اكتر من كذا لاعب ما همش في مستواهم، في لعيبه كتيره ما هاش في مستواها، ما هاش في فورمتها. ما نقعدش نتكلم نقول ضغط المباريات، ما فيش حاجه اسمها ضغط المباريات. في فتره كبيره انت عندك ممكن تعمل استشفاء. اكيد عندك ثلاث فرق لعبوا في بطوله افريقيا. ما تقنعنيش ان الانديه اهم من المنتخب. صحيح. ما تقنعنيش، لان انت بتتكلم النهارده هتقول لي اجهاد، ما فيش حاجه اسمها اجهاد. عندك اللاعب بقالك فتره بقى من بعد ماتش الاهلي، بعد ماتش الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء وبيراميدز، هو ده الهيكل الاساسي بتاعك. صحيح. مع اللعيبه المحترفين ده الهيكل بتاعك، اما تقول اجهاد لا، ده مش اداء منتخب مصر. طبعا بدون ذكر اسامي لعيبه، في الاول والاخير زي ما قلت لك انت عايز تصعد. هتبص الاداء ولا هتبص للماتشات ولا هتبص ان انت تلعب كويس وتكسب بنتيجه؟ لا. في اكيد حاله قلق، وانا بقول لك الفتره اللي جايه هتلاقيها صعبه. خلي بالك معنا، احنا كسبنا 3 بونت معانا 5 بونت مع جزر القمر. بس انت بعد الفتره اللي جايه عندك ماتش توجو، بعد كده عندك كينيا في كينيا. لا قدر الله انت ما ينفعش الماتش الجاي حتى من وجهه نظرك وانت بتحسبها لازم تكسب، ما ينفعش تعادل. ليه؟ لانك انت ما تعرفش النتائج ايه في افريقيا. صحيح. النهارده كينيا ممكن هتقول لك مصر جايه تلعبني، اكسبها واكسب توجو يبقى معايا 9 بونت. مصر هيبقى معاها 6، او معاها مثلا لو قدر الله انت ما عملتش نتيجه ايجابيه مع توجو هيبقى في مشكله. صحيح. احنا ليه ما نحطش نفسنا، احنا مصر معروف ان في افريقيا مصر بطلت افريقيا في كره القدم وكاس اوم بالذات. اما احنا لازم لو في مشاكل او في بعض المشاكل كل ده لازم يترمى وراك، مالناش دعوه مين بقى زعلان مين متضايق. ما ينفعش ان احنا نتكلم ونعمل ونمسك في الحاجات اللي هي المشاكل. ممكن كل واحد حقه انه يلعب، كل لاعب له حق ان هو يتضايق، بس في الاول والاخير لازم في الفتره دي لازم نفكر في منتخب مصر. اداء منتخب مصر يرجع ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها يعني لاعب متضايق او لاعب زعلان او في تمرين مش كويس او التمرين مش على قد المستوى. لا، احنا عايزين نقول مصر في المكانه الطبيعيه بتاعتها. يمكن يا كابتن عصام انا كنت قاعد بتفرج على الماتش مع حضرتك، ويمكن كان عندك بعض مش الاستياء، لكن كان عندك بعض علامات الاستفهام على تنفيذ الركلات الثابته لمنتخب مصر، وحضرتك قلت احنا ممكن نستغلها بشكل افضل من كده. كانت الكوره الوحيده اللي استغلناها بشكل كويس جه منها هدف، مظبوط كده يا كابتن عصام؟ مظبوط. اي فريق اللي بقى عايز يكسب ممكن لو هو الماتش عنده مقفول يبقى عنده الكور الثابته. اما الكور الثابته بالطريقه اللي احنا شفناها النهارده دي، لا دي مش كور ثابته خالص، من احترام لاي حد دي مش كور ثابته.
بدليل ان في الجون بتاع يمكن الفاول اللي عبد الله سعيد لعبه وان عملها بالعرض. تمام. دي مش هنقول كره ماشي كره ثابته ولا ده اوفر حتى. القصه كلها الموضوع كله ان انت كنت موفق في الفاول ده موفق وفي توفيق ان انت تعدي من كل الناس دي كلها وان يحقق قبل ما تطلع خط الكورنر والونش يحطها اكيد، بس ده تكتيك اكيد اللعيبه بتتمرن عليه لان ده حصل من اول الشوط الاولاني. حصل كذا فاول، حتى انا كنت قاعد وانا العميد بنتكلم كذا فاول اتعمل بنفس الطريقه. طب ما تغير لو الطريقه الاولانيه ما اتعملتش، في طريقه ثانيه، الطريقه الثانيه ما حصلتش يبقى في طريقه ثالثه زي القرامن. بس هو ده اللي مطلوب. بس زي ما قلت لك في الاول الاخير الناس هتفكر ان احنا بننتقد، احنا ما بننتقدش، مفيش نقد، احنا بنتكلم للمصلحه العامه. المصلحه العامه احنا احترمنا للجهاز الفني، احترمنا للعيبه كلها. احنا بنتكلم ان ما ينفعش الناس كلها النهارده، يعني انا حتى لو ليا راي انا واحمد حسن مصر كلها 100 مليون ال 90 مليون هنقول 10 مليون ما فيهمش كوره و 90 مليون كلهم راي واحد. يعني مش ما تقنعنيش ان احنا بنهاجم، احنا ما بنهاجمش، احنا بنتكلم للمصلحه العامه لمصلحه منتخب مصر. لازم نفكر، خلاص الماتش ده خلص النهارده، في اداء حلو بقى اداء وحش، عندك بعد ثلاث ايام ماتش مهم للغايه. ماتش صعب، انا اللي بقول لك على الاداء اللي احنا شفناه النهارده على منتخب توجو، لا الماتش صعب هناك في توجو. طب يا كابتن عصام، الكابتن احمد كان بيتكلم في الاول على حاجه اسمها الحميه اللي موجوده في اول المباراه، ان ده بيتم من خلال اول 15 دقائق، بتضغط ضغط عالي جدا، بتحسس الفريق قدامك ان انت جاي عايز تكسب، ان انت يعني هتفترس المنتخب اللي موجود قدامك. واتكلم على نقطه مهمه جدا، قال ان اللعيب اللي كان ممكن يعمل كده ويزعق ويحمس اللعيبه اللي موجوده جنبه احمد فتحي، لكن احمد فتحي مش موجود، وبالتالي مفيش حد او يعني ما كانش في دور واضح لحد من اللعيبه اللي موجوده في الملعب تعمل الدور ده. هل حضرتك تتفق مع كلام الكابتن احمد حسن؟ لو انا هتكلم ما ينفعش اتكلم على يعني نفس كلام احمد حسن، انا بقول لا غنى عن احمد فتحي في منتخب مصر. ده كابتن منتخب مصر، ده عنده روح، مش احنا اللي هنتكلم، روحه عنده، اداؤه ثابت على طول، لاعب عنده روح عاليه قوي، لاعب بيعرف يتكلم، لاعب بيعرف يحرك اللعيبه اللي جنبه، حتى اللعيبه اللي قدام، دي مش موجوده في منتخب مصر، مش موجوده في منتخب مصر دلوقتي. حتى موضوع ان انت تتلم مع اللعيبه وتتكلم مع اللعيبه في الملعب مش بالطريقه اللي كانت بتحصل زمان. احمد فتحي لا غنى عنه. احنا بقى نقول احمد فتحي استبعد عشان ماهوش فنيا. يعني لو فنيا لا. يعني خط احمر كده ما ينفعش نقول عشان فنيا. اما احمد فتحي استبعد عشان حته اشاره الكابتنه. حته اشاره الكابتنه دي. حضرتك عايز اسالك سؤال، يعني بس بقى لنا فتره طويله حتى وانت برضه لما كنت موجود، حتة الحمية دي اللي هو عارف انت البداية بتاعتنا اللي هو كنا دايما احنا بننزل بيها بشراسة وقوة وضغط، وحتى لو بشكل اللي هو مش لازم منظم، ليه بقى انا فترة طويلة مش شايفينها في المنتخب؟ ايه السبب ده؟ لا السبب اكيد ان اللعيبة انا من وجهة نظري الاجيال بتتغير والروح بتتغير عن كل لاعب ولاعب، والاصرار كل لاعب برضه بتتغير، او التكتيك بتاع حتى الجهاز الفني اللي هو بيعمله، في كل واحد ليه طريقه يعني احنا مثلا وانت قاعد في ناس بتبقى احنا رايحين مثلا الماتش كنا ما فيش حد فينا بيفتح بقه، دلوقتي لا عادي الاجيال واحد بيسمع، في واحد بيسمع قران، في حد بيسمع مزيكا، حته الكلام في الملعب. يعني انا هقول لك على حاجه، لو تفتكر، فاكر انت ماتش الجزائر لما كنا محتاجين ان احنا نكسب؟ احنا اتحطينا في موقف كتير، ماتش الجزائر لما كنا محتاجين ان احنا نكسب، احنا جبنا جون في 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 اول دقيقتين، اول الماتش، في اول دقيقتين. يعني كان اللي هو انت نازل يعني هتفترس اللي قدامك، وفي ماتشات كتير كانت، الحته دي موجوده، بس بجد والله مش عشان حاجه، يعني مجموعه لعيبه حضري، انا شايف ان هم مجموعه لعيبه كويسه. لما نيجي نحط لعيب، انت عندك لعيبه مميزه وعندك لعيبه كويسه، بس ليه الحته دي احنا مفتقدينها؟ يعني قلنا مثلا مدير فني اجنبي ممكن ما بيعرفش يوصلها للعيبه لان طباع الاجانب كده، وممكن انما النهارده بقى في كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري كان راجل مدير فني النادي الاهلي، دايما بنشيد بروح النادي الاهلي في القوه والاصرار والعزيمه، انما ده ما شفناهوش على ارض الواقع في الخمس لقاءات اللي لعبهم الكابتن حسام، ما شفناش. عميد، عميد، هي حته انا يعني ثقافه. انا هقولها بمعنى كده، ثقافه.
طب ممكن اسالك سؤال يا سيد؟ يمكن كابتن احمد حسن الزميل العزيز ربنا يشفيه عفيه ابراهيم فايق ساله كده سؤال على الشاره، فانا عايز اكرر السؤال ده لحضرتك. لو حضرتك موجود في المنتخب في الفتره قبل ما اكمل سؤالك، ما فيش حد يقدر يفتح بقه معايا. بص الموضوع ده، انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ منتخب مصر، بص يا عمر، منتخب مصر في منتخب مصر يعني منتخب مصر لا وانا بقول لك عشان بس انتوا تبقوا فاهمين، منتخب مصر احنا عندنا عادات وتقاليد معروف، مالناش دعوه بالعالم، احنا عندنا عادات وتقاليد. اي لاعب بيتمنى ان هو يبقى كابتن منتخب مصر، وده شرع لاي لاعب نفسه. الموضوع عشان بس نبقى فاهمين، صلاح في 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 يعني في نقله تانية، صلاح في حته تانية، احنا عملنا مشكله بدون ما في مشكله اصلا، عشان تبقى انت عارف. كل لاعب انا كنت اتمنى احمد حسن كان كابتني، قبلنا كان الكابتن حسام حسن، كان احمد حسن بيتمنى، ما اعرفش مين هو، عيب عايز هو يمسك الاشاره يبقى كابتن، بدا يمسك الاشاره بقى ربنا يكرمه، معانا كابتن منتخب 2008 2010 حققنا 2 كاس امم، احمد حسن كابتن بتاعه. بعد كده انا اخذت الرايه من احمد حسن، بقيت 3 سنين 4 سنين ماسك انا كابتن منتخب مصر، او 6 سنين او 7 سنين. القصه كلها كل واحد بيبقى سعيد، الفرحه ان هو كابتن منتخب مصر. زي النهارده عبد الله السعيد هتلاقيه سعيد اسعد واحد في منتخب مصر. وانا عايز 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 اضيف لك حاجه بس حضري، عشان ايه؟ حاجه مهمه عشان الناس تبقى فاهماها. هو طبعا اكيد، وانت يمكن كنت في مداخله قبل كده وقلت ان هي لا هي اللي هتزود صلاح ولا هي اللي هتنقص صلاح، بس في جزئيه انا عايز اقول لك عليها. يعني زي ما انت قلت ان احنا عندنا ثوابت وعندنا تقاليد وعندنا ايمج المنتخب ان ممكن يبقى صلاح كابتن المنتخب، بس انا بقول ان لما مثلا مجموعه لعيبه حضري في سن بعض ده مقبول، انما مثلا لما يبقى احمد فتحي ولا عبد الله السعيد باساميهم وتاريخهم وقيمتهم وانجازاتهم والكلام ده، فبتبقى صعبه انك انت تاخدها من حد. يعني مثلا ليه انت دايما ليه انت قلت من قبل ما تسال السؤال ما حدش يقدر، وانا حتى لما اتسالت السؤال ده ليه؟ لان انت عملت كتير وحققت بطولات وحققت نجاحات، فحد بيسلب منك حاجه هي حق ليك. انما مثلا لو جينا قلنا ايه، فتحي في الوقت الحالي مش موجود، عبد الله السعيد مش موجود، اللي بعديهم مثلا لما تيجي تبص مثلا ما بين النني وما بين حجازي وما بين صلاح، هم كلهم سن واحد. هنا مع بعض هنا انا معاك مقبول. يا جماعه الناس اللي بتتكلم وتقول لك اصل اوروبا ومش عارف ايه، ما ينفعش كريستيانو يبقى مثلا كابتن على فيجو، استحاله. يعني لو فيجو موجود في الملعب صحيح استحاله يبقى كريستيانو كابتن عليه. لو مثلا النهارده بوفون موجود في الملعب، مين النهارده احسن لاعب مثلا موجود في ايطاليا؟ ما ينفعش يبقى موجود عليه. يعني اقصد ان لما يبقى الاسماء متساويه، يعني مثلا ميسي في الارجنتين ومش عارف ومين ومين ومين، يا كابتن احمد ميسي في برشلونه كان رقم 4، ميسي صحيح. اعظم لعيب كان قبليه بوسكيتس وقبليه انيستا وتشافي. صحيح صحيح يا عميد. هو كل واحد بيطلع يتكلم احترام لاي حد، ان كان اعلامي او مدرب او ايه او مثلا. هو انت زي ما انت قلت حضرتك، هي اتعملت ازمه بدون لازمه بدون لازمه، وكل واحد عنده عايز يعمل موضوع، عمل موضوع على موضوع اشاره الكابتنه. صحيح. ولو ايه بقى وانتماءه ايه او لا، عايز يجامل مين على حساب مين برضه ما نعرفش. المهم في الاخر اتعمل موضوع مشكله بدون سبب، ما فيش مشكله اصلا. وفي الاخر الضحيه هو احمد فتحي. انا اللي بقولها لك كده، الضحيه في الاخر هو احمد فتحي. لكن يا كابتن حضري، حضرتك متفائل بالنسبه لمنتخب مصر في مباراه توجو اللي جايه ولا؟ ماتش صعب اللي احنا شفناه النهارده، الماتش صعب. بالعكس انا بقول لك حقيقه، انت اللي خليت توجو ان هي هتخش معاك ماتش في ملعبها، وماتش الساعه 3 العصر، الملعب ما تعرفش كويس ولا مش كويس، في طيران، ما تعرفش الظروف هناك ايه والمناخ هناك عامل ازاي، رطوبه وفي جو حر شويه وفي سقوط امطار، ما تعرفش. انت بقى انت اللي حط، انت لو من النهارده بترقعه 3 4 بتخليه يروح هناك ميت. هيلعب اول ماتش بس مش هو أدو. اما النهارده هم طالعين بعد الماتش، لو انت بتشوف الكاميرا بتجيبهم في زعل هزيمه، بس تحس ان هم بيستعدوا للمباراه اللي جايه. وزي ما قلت لك دي مباراه صعود منتخب مصر، عشان بس نتكلم، عشان بس نقفل الموضوع ده. الماتش اللي جاي هو صعود منتخب مصر لكاس الامم، ما هنقعدش نستنى لاخر للماتش الثاني او الماتش الاخير او قبل الاخير، لان اكلمك انت هتلعب ماتشين بره ملعبك، هتلعب توجو وهتلعب كينيا، اخر ماتش عندك على جزر القمر، في جزر القمر عندك في مصر. لازم تبقى عارف ان الماتش ده صعود. كينيا ولا جزر القمر؟ لا 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 لا، اخر ماتش جزر القمر.
طب هيبقى كينيا. وانت يعني ما ينفعش تدخل كينيا معاك في الحق. بص ما ينفعش تدخل كينيا معاك، هتحسبها ولا انا ما ينفعش تدخل كينيا معاك. صح يا كابتن. انا يعني كابتن عصام، انا بشكرك على وجود حضرتك معايا، وبشكرك على كلام حضرتك وتحليلك. كابتن عصام الحضري يمكن الحارس الاسطوري، الحارس التاريخي لمصر وللكره المصريه. كابتن احمد انا معايا 5 دقائق.